الآن نحن في مخيم الخازر والذي يمتلئ بأهالي الموصل حصرا والوافدين جراء العمليات العسكرية الحاصلة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل. العوائل التي جاءت هنا عوائل متعبة، عوائل محتاجة، عوائل أنهكها الطريق وخطورته وصعوبته، وكذلك البرد القارص الذي يحيط بهم في هذا المخيم. لا تزال حملتنا مستمرة، نسابق الوقت من أجل إغاثة العوائل النازحة والقادمة من محافظة الموصل. عشرات بل مئات العوائل تأتي إلى هذا المخيم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ونحن ضمن خطتنا التي أعددناها لاستهداف وإيواء أكثر من 200,000 نازح، قمنا اليوم بتوزيع الحصص على العوائل الوافدة خلال اليومين الماضيين. أنا بالنسبة لي بالمخيم يعني عندي طفلة وأبسط شيء يعني ما يعني لا ملابس، ما عدا ملابس الطفلة، حليب، ماي ماكو، يعني حتى نغسل. أنا يعني بالنسبة لي أنا وعائلتي صار لنا اليوم 5 أيام ما سبحانين، يعني ماكو ماي. نحن نشكر جمعية الأمة الخيرية يعني جابت لنا بطانيات وصوفات ونفط، ويعني نشكرها، بس وملابس، ونريد دعم أزيد إذا يعني ناشدهم يعني يقفونا بعد يعني. أنا مجبور يعني احنا الحمد لله، والله الحمد لله اللي جابنا هنا بخير وسلامه، وصلنا ولو معنا الطريق يعني كان، وهاي ونحتاج يعني النفط، اهم شيء التدفئه، يعني اهم شيء، لان عندنا اطفال. هسه انا بالنسبه لي عندي 6 اطفال، 6 اطفال يراد لهم لبس، يراد لهم اكل، يراد لهم شرب، يراد لهم تدفئه، هاي من الضروره يعني. واشكر جمعيه الامه اللي يعني وفرت هذا الشيء، ان شاء الله مشكورين، وبارك الله بيكم، شكرا جزيلا. خيام انت مثل ما تشوف يعني، وهذا الطريق انا بالنسبه لنا يعني احنا كاحتياجات خاصه ما نقدر نمشي به هذا الطريق، نشوف الحصول كذا، شوف وضع الكرسي مال شلون صاير، يعني معاناه هوايه يعني هي. تعبت اضحك وانا حياتي اني من خلقت لي هالسعاني ما شفت يعني هيجي، دخلنا بحروب كثير، هاي حرب ما شفت مثلها. بيت اهلي غراض ومنباقة وما عندهم هسه ملابس اطفال، بيت اخويا الفرمال وبيته وسيارته كلتنا عفنا غراضنا، هاي ما مشكله هم يعني، هاي كلها ما مشكله. مشكله هسه هنا يعني مثل هذول الاطفال، دحق هدوم، دحق ابويا هدومه وسخه ما يطيق يبدلونه، ما عنده ملابس. نشكر جمعيه الامه ونشكرهم وممنونين، سلمونا صوبات وبطانيات وملابس، كل شيء سلمونا، نحن نشكرهم حيل، نشكرهم. تداريني وسط حضنك عن الدنيا، تداريني عجزت انساك يا ذيك الشوارع والسكك والدور، عجزت انساك مع اني